طبعا انا احييكم باسم او بكلمه شحوال الاولى، شحوال اللي انولدت في الدوار، شحوال اللي صارت جزء من تاريخنا، جزء من نبضنا، جزء من آلامنا. شحوال اللافتة اللي حملها واحد ما أدري من يكون، وسبحان الله تحولت إلى مفردة داخلة في كل بيت، الشحولة والمتشحولين والمتشحولات. فحييكم بهذه الروح، روح الدوار الأولى اللي اليوم قاعدين نحتفل أو قاعدين نحيي بالأحرى مرور 1000 يوم على انطلاق الثورة. 1000 يوم فترة اليوم يعني تبدو طويلة، أكثر من 2 سنين، ولا زال الجرح مفتوح، ولا زال الألم موجود. بس أحب أسألكم سؤال، تعبتون؟ انكسرتون؟ بكينا؟ بكينا نعم، انجرحنا نعم، لكن ما راح ننكسر. يمكن مثل ما تفضل الأستاذ علي الديري، المعارضة ليست هي فقط جمعيات. أنا واحد من الناس لا أنتمي لجمعية، ولكن الظروف هي التي جمعتنا، والألم هو اللي جمعنا، وإن شاء الله يا رب الألم اللي جمعنا يقودنا إلى فرح يجمعنا بعد في نفس الوقت. في مثل هذه الليلة، ليلة 16 ديسمبر، قبل سنوات كان الجو مختلف تماما، كان الوضع مختلف تماما، كنا نحسبها ليلة مناسبة وطنية، بس اليوم احنا قاعدين ونعيد فصول او حكايات مثل حكاية 1000 ليلة وليلة. صار عندنا احنا 1000 يوم ويمكن يوم او 1000 يوم واكثر. شهرزاد اللي كانت تتكلم الملك شهريار على أساس ما يذبحها عشان ما يقتلها، قدرت أن تصمد وياه 1000 ليلة وليلة، وإحنا برغم القتل والاستهداف والاعتقالات كملنا أكثر من 1000 يوم، ولازلنا موجودين، ولازالت إرادتنا قوية، لازال الأمل فينا كبير أن هذه التضحيات لن تذهب سدى، وهذه التضحيات هي بعين الله، والله سبحانه وتعالى وعدنا، وهذا وعد الله، وعد الله حق، وبشر الصابرين، وإحنا إن شاء الله من الصابرين. في مثل هذه الليلة أنا أحب أذكر بعض الناس اللي أعتقد الكل يتشارك هني في تذكرهم. يمكن من أهم الناس والدة الشهيد علي مشيمع، أول شهداء الثورة. الكل أعتقد ما راح ينسى شلون كانت تصرخ بحرقة قلب على ولدها وعلى ضناها، كيف سقط من إيدها، كيف ذهب رحلة مع الراحلين من دون أن يتم الاقتصاص من قاتله. في مثل هذه الليلة راح أذكر حمد الفهد، ثاني معتقلي الثورة وأقدم معتقلي الثورة، وأحد أكثر الأشخاص اللي يستحقون منا المزيد من الوفاء، المزيد من ذكر اسمه، لأن هذا الشخص أنا في أي مناسبة أحاول أن ما أنسى. شخص أخذ يعني لاقى صنوف التعذيب قبل فترة السلامة الوطنية وبعد السلامة الوطنية. يعني قبل السلامة الوطنية يمكن ناس كثيرين ما يعرفونه، وبعد السلامة الوطنية مرت فترة طويلة، وكان بعد في يعني كاد أن يضيع في النسيان، ولكن الحمد لله بجهود الجميع عاد اسم حمد الفهد. في أسماء الكثيرين، ولكن أنا ذكرت حمد الفهد بالذات لأن أعتقد أن الليلة اللي تم اعتقاله فيها ليلة لن تمحى من ذاكرتنا أبدا، ليلة الهجوم الأول على الدوار. هذا الرجل أعتقد يعني أنا بالنسبة لي يمكن هو لأن رياضي أحب أن أنا أكون وفي إليه في كل مناسبة، وأتمنى أن نشوفه قريب قاعد بيننا إن شاء الله هو وجميع المعتقلين.
من ضمن الـ 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 الناس اللي يعني انا احب اذكرهم الفريق او الناس الحقوقيين مثل الاستاذ عبد الجليل السنقيس، مثل الاستاذ عبد الهادي الخواجه، مثل الاستاذ نبيل رجب، مثل الاستاذ ناجي فتيل، مثل الاستاذه زينب الخواجه، مثل الاخ العزيز حسين برويز، مثل الاخ اليوم محمد جواد فوجئنا وتالمنا انه تم اعتقاله. اعتقد يعني موضوع المعتقلين بالنسبه لي بعد مرور 1000 يوم هو الموضوع الاهم، هو الموضوع اللي هو الشغل الشاغل. اتمنى مع احيائنا هذه الليله واعلاننا مع مرور 1000 يوم على الثوره ان يكون وفائنا اكبر بعد لجميع المعتقلين، وان تكون هذه قضيه في مقدمه كل القضايا الموجوده على الساحه، وهي قضايا كبيره ومتواصله. لا اريد ان اطيل اكثر، اتمنى ان شاء الله ما نعيش بعد 1000 يوم ثانية والانتهاكات متواصلة. أتمنى مناسبة 1000 يوم على الثورة هي بتكون فاتحة خير إن شاء الله يا رب، والكل يعني يحتفل في قريب الأيام في قادم المواعيد إن شاء الله بمناسبات تخلينا نصرخ فرح وما نصرخ من الألم. شكرا جزيلا.